ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، وفيديو النهارده هنفتح مع بعض حصاله لوجي وادم. هما الاثنين طبعا من بعد العيد ولموا العيديه وجات لهم عيديه وحطوها، وجات لهم عيديه وحطوها، جات لهم عيديه كتير وحطوها، وهم اساسا كانوا بيحوشوا فيها بقالهم فتره، فعايزين طبعا قالوا لي خلاص هما قرروا هما الاثنين ان احنا ماما عايزين نفتحها وعايزين نطلع اللي فيها ونشوف جواها كام ويشتروا بقى بيهم الحاجات اللي هما نفسهم فيها. غير طبعا على فكره ان بالعيديه برضو في العيد جات لهم واشتروا العاب هم اللي اشتروها، ولوجي جايه تقول لي يا ماما احساس جميل اللعب بفلوسي. قلت لها يعني ماشي، يعني ربنا يكرمك ويزيدك وتلمي فلوس كمان وعشان تجيبي اللي انت عايزاه بفلوسك. انا جايبه لهم الحصاله اللي هي بمفتاح والمفاتيح طبعا معايا، ما حدش بيفتح الحصاله بتاعت كل شويه، وبعدين انا بفتحها لهم بنطلع اللي فيها وبعدين بيرجعوا يحوشوا تاني. وبعدين ما شاء الله اساسا الحصاله ما بقاش فيها مكان ان احنا نحط فيه حاجه يعني. فهفتح دلوقتي بقى الحصاله وابتدي بتاعت ادم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا بصوا، دي تحويشه عمري دي. نقلب بقى هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. خلاص يا ابني خلاص، اقعد اقعد بس اقعد ما تخافش. بص بص اقعد ما تخافش وكده. ايه احنا الفلوس دي العيدية، قول لهم دي تحويشة العمر. دي تحويشة العمر جدا. طب يعني بصوا، طب هي ال 200 هنا وهيبقى في 200 تاني. ايه ده دول 100. ما طب ما انا عايزه اجمعهم اهو. هاتيها بقى بس هتاخدوها مني تاني. مش هناخدها منك، مش هي كانت معاك وانت اللي قررت ان انت عايز تفتحها. لا جنيهات بس. طب اكلي الجنيهات والانصاص بره كده، نجمع الاول الحاجات اللي ايه كبيره. يعني ايه العشرات؟ ايه ده يا ابني ده؟ ميات. ولا انت شغال من ورانا؟ شغال ايه؟ شغال شغال. ايوه صح، عشان احنا اللي اديناها لك فاحنا اللي هناخدها. لا انا محوش بقاله من العيد اللي فات. لا لا اللي قبل اللي فات هناخد حاجه مننا من العيد اللي فات. يا عم انا قلت لك هات حاجه، ده انت غريب قوي. فين عيال؟ والله كنت زمان كانت حد يديني عيديه كنت بديها لماما. اي نعم ما كانتش بتدهاني بس انا كنت بديها لها. يعني انا كنت طفله محترمه وانا عايزاكم تبقوا محترمين زيي. مش انا عارفه هتاخديها تصرفيها. هي ماما كانت بتاخدها برضو بس تجيب لي اللي انا عايزاه يعني. فانا برضو اعمل يعني معلش، وانا كل شويه انتوا طلباتكم كتير وما بتخلصي. طيب ما هي دي فلوس اهي، مش دي الفلوس دي مفروض ان هم يجيبوا اللي هم عايزينه. بصي اما انا عايزه اطلبها منك بعد كده هتقولي لي هديها لك هتصرفيها. هقول لك فين الفلوس، هتقولي لي صرفتيها. طيب غيرها بقى. طب ما هو ده الصح، هما عايزين يحوشوا يعني ياخدوا فلوس ويحوشوا وكمان يطلبوا حاجات ونجيبها لهم وكل ده. ايه بقى والايه ان شاء الله. ويا ادم كده احنا خلاص قربنا. هانت يا ادم. بس يا ادم الجنيهات دي مش من مستواك يعني، انت ما شاء الله عليك راجل محوش فلوس اهي. 200 300 400 1 2 3 4 5 ادي 500 10 20 30 40 50 60 560. يا عم استنى هعدهم. 560 جنيه كده. ونشوف بقى الجنيهات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ونشوف بقى دول هنا كده 17 18 19 20 21 22 23. انا قلت كام بقى؟ قلت كام؟ ما تفكروني، انا قلت 500 523 و60 يعني 583 جنيه صح؟ يبقى ادم معاه 583 جنيه، يعني هنقربهم لاقرب وحده. ادم معاه 100 جنيه بحالها. 100 جنيه بحالها. هم العيال دي الواحد ما يعرفش يضحك. خلاص معاكوا 600 جنيه. 600 جنيه ما تبصليش كده وتزعل وكانك فاهم. انا من هنا خلاص بقى نشيلهم من هنا
ونقفل الحصالة ونبتدي من جديد. اتفضل يا سيدي فلوسك، خليهم هنا كده، امسك حط ايدك كده عليهم وابعدهم عن فلوس لوجي. افتح بتاعه لوجي. بسم الله الرحمن. توقعوا مين اكتر؟ اقول لكم انا حاسه ان اساسا يعني هقول لكم انا بعد ما هعد هقول لكم مين اللي كان احساسي. ما شاء الله. ايه يا بنتي ده؟ بالراحه بالراحه اهو بالراحه، وانا بعيد بعيد ما تقلقيش. خايفه يروح الناحيه الثانيه. فلوس دي عديات دي انا عارفه صح؟ دي هديه بس انت واخديها مننا طفله يا عم. انا مش هاخد حاجه، وانا قلت لك اديني حاجه. ده الاقل دي ايدي يعني، ربنا ما يحوجنا لحد. هشيل بقى المفتاح بقى. قال دي اوعي تديني حاجه، اوعي تديني حاجه، مش عايزه حاجه. اتفضلي. ده انت بدل ما انتوا كده محترمين هيحبوا ماما كده تيجوا تقولوا لها اتفضلي يا ماما اللي انت عايزاه، خدي اللي انت عايزاه، انت خدي جيبي لك حته شنطه ولا جيبي لك حته اي حاجه. شنطه يا ماما. يقولوا لماما خدي جيبي لك اي حاجه. دي ماما معهاش اللي معاكوا ده، وماما بتجيب لنا اللي احنا عايزينه من غير ما بنطلب، فاحنا نديها اللي هي عايزاه، واحنا كفايه علينا 5 جنيه. تقولوا لي لا مش عايزين ناخد ومش عايزين ومحدش هياخد حاجه. لكن لا، ازاي ازاي؟ لا اوعي تاخدي حاجه ويحسسونا يعني ان الفلوس دي هما اللي جايبينها مثلا من شغلانه ولا حاجه. ما احنا اللي مدينها لكم، انا بحوش معاكم. انا معايا فلوس بقالي سنه. اتقي الله، ربنا رزقك بفلوس يا شيخ، حرام عليك. ده هو انتوا اساسا معاكم فلوس منين؟ ده انا اللي بديهم والله. بيضحكوا عليا صبح وليل. ماما احنا عايزين نحط في الحصاله دي. وانا اقول مش مشكله، هي حصاله خدوا حطوا. ما هو الحصاله دي ليه؟ ما هو ليا في وقت كده انا محتاجه الفلوس فيه صح؟ اه لا اقوم فاتحاها. ايه؟ فاتحينها. لا مش اي وقت طبعا، تستأذنيني الاول. ماشي حاضر. تستأذنيني الاول واقوم فاتحاها اديك له حاجه فلوس. بصوا انا كده جمعت فلوس لوجي، بس هي ما شاء الله فلوس لوجي ايه كتير، فانا همسكها كده الجنيهات، اعد الاول دول الاول وبعدين ايه نشوف الجنيهات كام. واحد ماشي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادي 400. 1 2 3 4 5 6 7 75 جنيه. يبقوا دول كده احنا قلنا كام؟ 475 جنيه صح؟ امسكي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25 26 27 28 29 30 31 قولي 32 جنيه الا ربع. يبقى كده الاوجي التوتال اللي معاها 470 و30 او 32 يعني 503 جنيه. يبقى كده ادم معاه 500 يعني نقول 590 جنيه، ولوجي معاها 500 وفكعني 500 جنيه، يعني كده التوتال معاهم 1000 جنيه بس. معايا 1000 جنيه؟ لا حبيبتي انتوا الاثنين مع بعض، لكن انت لوحدك معاكي 500 جنيه. إزاي؟ انا كنت حاسه اساسا ان ادم هيطلع اكتر، لان ادم ما شاء الله يعني بيخلي باله من فلوسه اكتر. كده احنا عرفنا ادم معاه كام ولوجي معاها كام، وكده طبعا هنشوف هم نفسهم يجيبوا ايه وهنجيبه لهم، او عايزين يعملوا ايه ونعمله، ولا انتوا عايزين تخلوه معاكم وخلاص؟ مش هتجيبوا حاجه؟ اه نجيب حاجه عشان نحوش. ايه ده؟ امال انتوا قلتوا لي احنا نفتح الحصاله ليه؟ عشان نوريها لهم للناس. نوريها لهم وعايزين يعرفوا معاهم كام. انا عارفه ان هم عايزين يعرفوا معاهم كام من بعد العيد، عايزين يعرفوا هم بقوا معاهم كام. وبس كده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. واللي بيتفرج عليا زي لوجي وادم يعملوا زيهم هم كمان، ويحوشوا فلوسهم عشان يجيبوا لنفسهم فيه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. باي باي.